أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد ضمن سلسلة A، وهو هاتف أوبو A55 5G، وسوف نستعرض في هذا الفيديو عن المواصفات الرسمية للهاتف بالإضافة للسعر. وقبل ذلك أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو. يحتوي هاتف أوبو 56 على شاشة مقاس 6.5 إنش بدقة فولج دي بلس ودقة 1600x720 بيكسل، وتحتوي الشاشة على طبقة حماية غوريلا غلاس 3 وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز وكثافة بيكسلات تبلغ 269 بيكسل لكل إنش، ومستشعر بصمة الإصبع مثبت على الجانب. فيما يتعلق بالمعالج، يعمل الهاتف بمعالج من ميديا تك وهو 700 5G، يدعم شبكة اتصال الجيل الخامس ومعالج الرسوميات MALE. يأتي بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع إمكانية زيادة سعة التخزين عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية. فيما يتعلق بالكاميرات، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2، أما العدسة الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4. تدعم الكاميرا الخلفية تقنية HDR وتقنية بانوراما، ويدعم الهاتف تصوير مقاطع فيديو 1080 بمعدل 30 إطار في الثانية، ولا يدعم الهاتف تقنية التثبيت للفيديوهات. الكاميرا الأمامية جاءت في منتصف الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل، تدعم تقنية HDR وتدعم التقاط مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطار في الثانية. يأتي الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ملي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن بقدرة 19 واط. وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11. الآن نأتي إلى سعر هاتف أوبو A56 5G. يباع هاتف أوبو A56 5G بسعر 1599 يوان صيني، أي ما يعادل 250 دولار أمريكي، ويبلغ السعر في المغرب 2150 درهم، ويبلغ السعر في السعودية أيضا 930 ريال سعودي، والسعر في مصر 3900 جنيه مصري، والسعر في الجزائر المتوقع يبلغ 34000 دينار جزائري. لذا هذه هي كل أسعار الهاتف والمواصفات الرئيسية أصدقائي. لا تنسوا أيضا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو، وهناك الرابط الرسمي لمواصفات هذا الهاتف في وصف الفيديو. لا تنسوا زيارته ولا تنسوا ترك لنا تعليق محفز أسفل هذا الفيديو. لذا انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله عن هاتف جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.